وزارة السياحة تواصل متابعة أوضاع الحجاج في الأراضي المقدسة، وتؤكد الانتهاء من تفويج 10,000 حج من مكة للمدينة المنورة. وزارة التضامن تفتتح 37 عيادة 2 كفاية لتنظيم الأسرة والصحة، فحص 454 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير أرمينيا في تل أبيب لتوبيخه بعد إعلان بلاده الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. المقررون الخاصون للأمم المتحدة يدعون إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، ويؤكدون يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. اليونان تعلن حالة الطوارئ في العاصمة وتغلق المتنزهات بسبب الحر، والصين تصدر إنذاراً برتقالي اللون للتحذير من العواصف الرعدية والطقس البارد.